عبر سكايب من الحدود السورية التركية معي عصام زيدان، مدير فريق توثيق انتهاكات جبهة النصرة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عصام. بداية، لو تضيف لنا فيما يتعلق بتفاصيل ما يحدث. مساء الخير ميسون لك عاصم، والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. بداية، اسمي عاصم وليس عصام. أهلا عاصم. منذ سيطرة جبهة النصرة على مدينة إدلب وفرض سيطرتها بشكل كامل على المدينة، المدينة تشهد حالة فلتان أمني كبير، حالات سرقات، خطف، قتل شبه يومية، وضحاياها جميعا هم من المدنيين. بالفترة الأخيرة جبهة النصرة سيطرت على مدينة إدلب بشكل كامل، لم يبقى لأي فصيل عسكري آخر أو لأي جهة مدنية سواء شرطة حرة أو مجلس محلي أو فصائل أخرى بالسيطرة تشارك والسيطرة على المدينة. الفلتان الأمني هذا يطال التجار والصرافين وصاغة الذهب. البارحة مجموعة ملثمة لم تعرف بعد من هي، وغالبا هي من مجموعات جبهة النصرة التي تسيطر على المدينة، قتلت أيمن قوصرة وأولاده الاثنين عبد المعين وعصام، سرقت منهم 5 كيليات من الذهب و10,000 دولار وهربوا دون معرفتهم أبدا. هذه الحالات تتكرر بشكل شبه يومي، حيث تقوم هذه العصابات الملثمة بخطف أشخاص مدنيين من المقتدرين ماليا أو من التجار ومفاوضتهم عبر أهاليهم لدفع مبالغ مالية. لكن البارحة كان هذا الشخص هو الضحية وبحوزته ذهب والأموال. المدنيين لم يرضوا بهذه التصرفات كونها بلغت حدها. خرج اليوم أهالي مدينة إدلب مظاهرة حاشدة وكبيرة جدا، طالبت هيئة تحرير الشام بالخروج من المدينة وطالبت بإسقاط القوة الأمنية المسؤولة عن ضبط أمن المدينة، ورفعت شعارات أن أولاد المدينة هم من يحمي المدينة وتقصد بأولاد كيف تم المدينة. التعامل مع هذه التظاهرة وماذا بعد اليوم؟ ما الذي تنوونه؟ جبهة النصرة لم تتعرض هذه المرة للمظاهرة بشكل قطعي كون هذه الحالات قلت لك قد بلغت حدها وزادت عن حدها أيضا، لم تتعرض للمظاهرة لأول مرة. المدنيين، أغلب المدنيين المتواجدين في مدينة إدلب شاركوا بهذه المظاهرة ورفعوا شعاراتهم ومطالبهم باقية حيث طلب. التظاهرات، نعم، نتحدث عن استمرار لتظاهرات، في نية لاستمرارها. نعم، المظاهرة أتت عبر مطالبة ناشطي مدينة إدلب بهذه المظاهرة والاستمرار بالمظاهرات، حيث أن اليوم معظم المحال التجارية في مدينة إدلب والأسواق مغلقة احتجاجا على هذا الفلتان الأمني، والناشطين المدنيين والإعلاميين في مدينة إدلب نعم، أهالي إدلب خارج المدينة يطالبون باستمرار هذه المظاهرات والضغط على جبهة النصرة لترفع يدها عن الملف الأمني وتسليمه نعم، للشرطة الحرة كونها الشرطة الحرة هي الوحيدة القادرة على حماية المدنيين. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من الحدود السورية التركية. عاصم زيدان، مدير فريق توثيق انتهاكات جبهة النصرة.